السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي في كل مكان، إزيكم؟ معاكم مصنوعة الجندي من قناة فلاش التعليمية، ومعادنا النهاردة مع أولى حلقات تأسيس اللغة العربية. طبعا يا أصدقائي، إحنا بعد ما تعلمنا كل حرف بيتنطق إزاي وبيتكتب إزاي، وتعلمنا حروف الهجاء كويس جدا، الألف والباء والتاء، وعرفنا طريقة نطقها وطريقة كتابتها، عشان نتعلم بقى نقرأ كلمة وبالتالي نعرف نقرأ جملة، لازم نتعلم حاجة مهمة جدا جدا اسمها الصوتيات والتركيب اللغوية. ودي يا أصدقائي هتعلمنا إزاي نعرف نقرأ كلمة كويس قوي. أول حاجة يا أصدقائي هنتعلمها حاجة اسمها الحركات القصيرة وحاجة اسمها الحركات الطويلة. إيه هي يا ترى الحركات القصيرة وإيه هي الحركات الطويلة؟ الحركات القصيرة يا أصدقائي هي الفتحة والضمة والكسرة، وهي أصوات زمن النطق بيها قصير، يعني إحنا ما بنطولش في نطق الحرف جامد. طيب وإيه هي الحركات الطويلة؟ الحركات الطويلة هي المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء، وهي أصوات زمن النطق بيها طويل. وهنتعرف مع بعض على كل حاجة من ديت بالتفصيل. أول حاجة هنتعلمها الضبط بالحركات والسكون، وده هنستخدم فيه الحركات القصيرة اللي احنا هنتعلمها مع بعض. ايه هي؟ اول حاجة الفتحة. الفتحة يا اصدقائي هي شرطة افقية ترسم فوق الحرف، يعني شرطة صغنونة هنحطها فوق الحرف، وتدل على وجود صوت الف قصير بين الحرف وما بعده. الشرطة الصغنونة اللي فوق الحرف ديت بتدينا ايه؟ بتدل على ايه؟ بتدل ان في صوت الف صغنن بعد الحرف دوت وقبل الحرف اللي بعده. والحرف اللي فوق الفتح دوت بيسمى حرف متحرك بالفتح، يعني الحرف اللي فوق الشرطة الصغننة ديت بنسميه ايه؟ حرف مفتوح. يعني ايه حرف مفتوح؟ يعني فيه صوت الف صغنن بعد الحرف. طب ادينا امثلة يا ميس. عندنا مثلا حرف الباء، يبقى ايه؟ با تا سا حا جا، دي اسمها ايه؟ ب مفتوحة وت مفتوحة وس مفتوحة وحاء مفتوحة. الحركة اللي بعدها اسمها حركة الضمة. ايه هي حركة الضمة؟ حركة الضمة هي واو صغننة ترسم فوق الحرف، يعني بنلاقي واو صغنونة خالص كده مرسومة فوق الحرف. الواو ديت تدل على وجود صوت واو قصير بين الحرف وما بعده. الواو الصغننة ديت فوق الحرف هنعرف ان الصوت دوت بيتنطق ايه؟ مضموم. مضموم ازاي؟ يعني في واو صغننة بتتنطق بعدي زي ايه؟ سو بو تو حو. الباء هنا اتنطقت ايه؟ بو. والتاء هنا اتنطقت ايه؟ تو. والسين هنا اتنطقت ايه؟ سو. والحاء اتنطقت ايه؟ حو. الحرف بقى اللي فوق الضمة دوت يسمى حرف متحرك بالضم. الحركة اللي بعد كده اسمها حركة الكسرة. حركة الكسرة هي شرطة أفقية ترسم تحت الحرف، يعني تحت الحرف هنلاقي شرطة صغنونة كده، يعني هنلاقي شرطة صغنونة مرسومة تحت الحرف. هنلاقي ايه أصدقائي؟ شرطة مرسومة تحت الحرف. تاني أصدقائي، شرطة صغنونة تحت الحرف. الشرطة ديت بتدل على وجود صوت ياء قصير بين الحرف وما بعده، بتقول لنا الحرف ده بيتنطق أكنه فيه ياء صغننة بعديه زي ايه؟ سي بي تي هي. السين هنا اتنطقت ايه؟ سي. والباء اتنطقت ايه؟ بي. والتاء اتنطقت ايه؟ تي. والحاء اتنطقت ايه؟ حي. والحرف الذي تحته كسرة يسمى حرفا متحركا بالكسر. يبقى الحرف اللي تحته كسرة اللي هي الشرطة الصغننة ديت بنسميه ايه؟ حرف متحرك بالكسر. رابع حاجة عندنا السكون. السكون يا أصدقائي هي دائرة صغيرة ترسم فوق الحرف. هنلاقي ايه لما نشوف الحرف؟ هنلاقيه مرسوم عليه دايرة صغننة خالص خالص خالص. والدايرة ديت بتعلمنا حاجة مهمة، بتقول يا جماعة استوب، الحرف دوت مش بيتنطق بعديه اي صوت، بيتنطق زي ما هو بالظبط.
يعني تقف عندي، تيجي لغاية عندي كده وتقف، يعني ايه؟ تدل على عدم وجود صوت بين الحرف وما بعده. والحرف الذي فوقه سكون يسمى حرفا ساكنا. الحرف اللي فوق ايه الدايرة الصغننة ديت هنسميه ايه؟ حرف ساكن. ومعايا صديقي عبد الله هيعلمنا اغنية السكون. انا دايرة مدورة، انا نونو صغننة، مقدرش اخلي وحدي، لازم حركة قبلية، فتحة ضمة أو كسرة بتخليني منورة. وصديقي مصطفى هيغني لنا الأغنية كمان مرة كمان. أنا دايرة مدورة، أنا نون صغننة، مقدرش أقف لوحدي، لازم حركة قبلية، فتحة ضمة أو كسرة بتخليني منورة. نتعلم حاجة مهمة جدا يا أصدقائي من الأغنية ديت، إن احنا دلوقتي إيه؟ ما ينفعش يجي حرفين ساكنين ورا بعض، لازم حرف الساكن يكون قبله حرف متحرك أو بعده حرف متحرك عشان نقدر نقف عنده. ويلا يا أصدقائي نشوف مع بعض الجدول دوت ونتعلم أكتر بالأمثلة. أول مثال عندنا كلمة سعيد. بص يا أصدقائي، حرف السين هنا عليه إيه؟ هنا الشرطة الأفقية هيت، يعني إيه؟ فتحة. بص حرف السين مكتوب إزاي؟ سين وعليه شرطة فوقيه هي صغننة، بيبقى اسمه إيه بقى؟ اسمه فتحة. ونوعها إيه؟ نوعها حركة، بقنا بيتحرك بيها. نوعها إيه؟ نوعها حركة، يعني الحرف مش بتنطق زي ما هو، لا بنغير في صوت الحرف حبة صغننة. الحركة ديت بتدل على ايه؟ بتدل على وجود صوت ألف قصير بين الحرف وما بعده، يعني تتنطق ايه؟ تتنطق سا. يبقى السين فتحة تتنطق ايه؟ سا. قولوا ورايا تاني مرة تانية يا أصدقائي. سا، سين فتحة سا، سين فتحة سا. طب يلا نشوف الفرق بين الفتحة والضمة. عندنا رقم اتنين كلمة سعاد. سعاد عندنا هنا السين عليها ايه؟ عليها واو صغننة، قلنا الواو الصغننة دي اسمها ايه؟ اسمها ضمة. الضمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حركة عشان بتغير نطق الحرف، بتدل على وجود صوت واو قصيرة بين الحرف وما بعده. يبقى سين ضمة تنطق ايه؟ سو. سين ضمة تنطق ايه؟ سو. سين ضمة تنطق ايه؟ سو. تالت مثال معانا سراج. سراج ادي شكل السين معانا يا اصدقائي، سين مرسومة وتحتيها، تحتيها يا اصدقائي شرطة صغننة. الشرطة دي اسمها ايه؟ اسمها كسرة. نوعها ايه؟ غيرت في نطق الحرف ولا ما غيرتش؟ اه غيرت، تبقى حركة. الحركة ديت بتدل على وجود صوت ياء قصير بين الحرف وما بعده. سين كسرة تنطق ايه؟ سي. سي. سيراج. يبقى عندنا سين فتحة سا، سين ضمة سو، سين كسرة سي. تبقى ايه زيها باقي الحروف، الف فتحة ايه، الف ضمة او، الف الف كسرة اي. ناخد مثال على حرف تاني، ب فتحة باء، ب ضمة بو، ب كسرة بي. تعالى يا عبد الله قولي حرف الحاء فتحة ينطق ايه؟ حاء. حاء ضمة هينطق ايه؟ حو. حاء كسرة هينطق ايه؟ حي. شاطر يا عبد الله، وانتوا كمان يا اصدقائي اتدربوا على نطق الحركات كويس جدا. نيجي لرابع مثال معانا، بس مه. بس مه. بس مه. احنا هنا وقفنا على ايه اصدقائي؟ على حرف السين. يبقى ايه اهو؟ بصوا فوق ايه؟ فوق ايه دايره صغننه بنقف عندها، بتقول لك ستوب، اقف هنا شويه يا جدع عشان انا سكون. يبقى الدوريه الصغننه دي اسمها ايه اصدقائي؟ سكون. دي ما بتغيرش في نطق الحرف خالص، هو الحرف بنتق زي ما هو بالظبط. بس مه.
بس ما، يبقى ايه؟ بتدل على عدم وجود صوت بين الحرف وما بعده. ونتنقل يا اصدقائي على الجزء الثاني من درسنا النهارده، وهو الحركات الطويله. الحركات الطويله يا اصدقائي اللي قلنا ايه؟ المد بالالف والمد بالواو والمد بالياء. عاوزين نعرف يعني ايه اصلا كلمه مد. المد هو إطالة زمن صوت الحركة، الحركات اللي احنا تعلمناها مع بعض اللي هي ايه؟ الفتحة والضمة والكسرة الى الضعف او اكثر. يعني احنا بننطق الالف الصغننة والواو الصغننة والياء الصغننة ديت كذا مرة ورا بعض. المد يا اصدقائي هو إطالة زمن صوت الحركة، الفتحة والضمة والكسرة الى الضعف او اكثر. تعالوا الاول نعرف اغنية المد عشان نفهم المد كويس. حروف المد ثلاثة، ألف واو ياء، تأتي في وسط الكلمة وممكن آخر الكلمة، ولازم أختها تيجي قبلها، ولازم أختها تيجي قبلها. أخت الألف فتحة، أخت الواو ضمة، أخت الياء كسرة. ويلا يا أصدقائي نحفظها كمان مرة. حروف المد ثلاثة، ألف واو ياء، تأتي في وسط الكلمة وممكن آخر الكلمة، ولازم أختها تيجي قبلها، ولازم أختها تيجي قبلها. أخت الألف فتحة، أخت الواو ضمة، أخت الياء كسرة. إحنا هنا يا أصدقائي اتعلمنا إن إحنا عندنا حروف المد إيه؟ ثلاث حروف، المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء. وتعلمنا حاجة تانية مهمة جداً، ان حرف المد ما ينفعش ابدا 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 يجي في اول الكلام، لازم يجي لاما في نص الكلمه لاما في اخر الكلمه، ولازم اختها تيجي قبلها. اخت الالف الفتحه، واخت الواو الضمه، واخت الياء الكسره. يعني لازم يا اصدقائي حرف المد يجي قبليه حرف يسمى الحرف الممدود. الحرف الممدود دوت بيكون في ايه؟ فتحه او ضمه او كسره، ويسمى حرف ممدود بالألف أو حرف ممدود بالياء أو حرف ممدود بالواو. يبقى يا أصدقائي الحرف الممدود هو الحرف اللي بيجي قبل حرف المد. نركز مع بعض يا أصدقائي، الحرف الممدود هو الحرف اللي بيجي قبل الحرف المد، ولازم يكون عليه لإما فتحة لإما ضمة لإما كسرة. نقول تاني يا أصدقائي، يبقى المد بالألف هو إطالة زمن حركة الفتحة، ويعبر عنه برسم ألف بعد الحرف المتحرك بالفتح. يبقى عشان يكون عندنا مد يا أصدقائي بالألف، لازم يكون الحرف اللي قبل الألف عليه فتحة. تاني أصدقائي، عشان يكون عندنا مد بالألف يا أصدقائي، لازم الحرف اللي قبل الألف دوت يكون عليه فتحة، زي في كلمة باب، تاج. في كلمة باب الباء عليها فتحة وجي بعديها حرف الألف، فيسمى هنا إيه؟ في مد بالألف. كلمة تاج التاء عليها فتحة وجي بعديها حرف الألف، فيسمى مد بالألف. تاني حاجة يا أصدقائي، المد بالواو. المد بالواو هو إطالة زمن حركة الضمة، ويعبر عنه برسم واو بعد الحرف المتحرك بالضم، زي كلمة سوق، بوق، خوخ. في كلمة سوق السين عليها ضمة وفي بعدها واو، يبقى يسمى إيه؟ مد بالواو، يعني الضمة أخت الواو جت قبلها. وكلمة بوق الباء عليها ضمة وجي بعديها واو، يسمى مد بالواو عشان أخت الواو اللي هي الضمة جت قبلها. كلمة خوخ، خوخ يا أصدقائي الخاء عليها ضمة وجي بعدها حرف الواو، يعني أخت الواو جت قبلها، الضمة جت قبل الواو، فيسمى مد بالواو. بعد كده يا أصدقائي عندنا المد بالياء، وهو إطالة زمن حركة الكسرة، ويعبر عنه برسم ياء بعد الحرف المتحرك بالكسر. يعني احنا لما بنيجي ننطق الياء بنطول فيها شويه، زي كلمه تين، سنين، حنين. عندنا في كلمه تين الت تحتيها كسره وجي بعديها ي، فيبقى عندنا مد بالياء. وعندنا كلمه سنين النون تحتيها كسره وجي بعديها ي، فيسمى مد بالياء برضو. وكذلك كلمة حنين. تعالوا ناخد برضو أمثلة أكتر ونتعرف مع بعض على الفرق بين مد بالألف والمد بالواو والمد بالياء أكتر.
عن طريق الجدول ده. اول كلمة معانا اسمها باب، قلنا ايه؟ باب. بصوا قلنا ازاي اصدقائي؟ باب. بصوا طولنا ازاي في صوت الفتحة عشان جه وراها الف، يبقى ايه بنمد فيها؟ باب. يبقى هنا عندنا ايه؟ مد بالالف. طب الحرف الممدود هيبقى ايه بقى؟ اللي هو الباء، اللي هو الحرف اللي عليه فتحة. يبقى شكل الحرف الممدود فوقيه فتحة وبعده ألف. في المد بالألف يا أصدقائي الحرف الممدود بيبقى فوقيه فتحة وبعده ألف. يبقى في المثال دوت باب، الحرف الممدود هنا اللي هو فوقيه فتحة اللي هو الباء فتحة، وحرف المد اللي هو إيه اسمه إيه؟ الألف. يبقى عندنا مد بالألف. تاني مثال معانا سوق، سوق، سو. بص بنقول يا أصدقائي سو، سو. الحرف الممدود هنا ايه اللي هو قبل حرف المد اللي عليه ضمه، وحرف المد يبقى ايه؟ واو. يبقى عندنا ايه؟ مد بالواو. حرف السين عليه ضمه وبعديه جه الواو، يبقى عندنا مد بالواو. تالت كلمه معانا تين، تي، تي. بص يا اصدقائي بنقول ايه؟ تين. بص بنمد في الصوت ازاي؟ تين. عندنا الحرف الممدود هنا هو حرف التاء اللي تحتيه كسره بيتنطق لوحده تي، لما نحط وراه حرف الياء يتنطق تي. يبقى الحرف الممدود هنا حرف التاء اللي تحتيه كسرة وحرف المد الياء، يبقى عندنا مد بالكسرة. في ملحوظة مهمة جدا يا أصدقائي خاصة بحرف الألف، في حالة أما يجي ألف عليها فتحة وراها ألف تانية، يعني إحنا عندنا هنا إيه؟ اتنين ألف مع بعض. وزي ما تعلمنا يا أصدقائي إن حرف المد ما ينفعش يجي أبدا 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 في أول الكلمة. يبقى إيه؟ في كلمة آمال مثلا عندنا إيه؟ آمال، آمال. إحنا كده هنا عندنا إيه؟ اتنين ألف، آمال. طب الاتنين ألف دول إحنا نكتبهم الاتنين ألف ورا بعض؟ لا، احنا مش هنكتبهم الاتنين الف ورا بعض، احنا هنعوض عنهم بالرسمه ديت، رسمه صغننه كده زي الحمامه. الرسمه دي بتعلمنا ان في هنا مد بالالف، يبقى لما نلاقي الرسمه ديت يا اصدقائي هنعرف ان في هنا ايه؟ في مد بالالف، يعني في اتنين الف جم ورا بعض. والرسمه دي يا اصدقائي عشان حرف الالف بس. يبقى يا اصدقائي في المد بالالف جميع الحروف الممدوده بالالف بنرسم فوقيها فتحه بعدها الف، إلا في حالة حرف الألف بس، فهو بيترسم بالشكل دوت. ومبنرسمش فوقيه فتحة، يعني إحنا بنستغنى عن الألف وبنستغنى عن الفتحة بالعلامة دي يا أصدقائي اللي هي عاملة زي علامة الحمامة الصغننة دي. وبكده يا أصدقائي نكون خلصنا درس النهاردة، وأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا. ولو عجبكم الشرح اعملوا لايك، وياريتني ذاكر الدرس ده كويس أوي أوي عشان ان شاء الله المرة الجاية عندنا درس جديد. وعاوز اقول لكم يا اصدقائي لو في اي حاجة مش فاهمينها او في اي حاجة عاوزين تعرفوها او اي معلومة خاصة بالنحو او باللغة العربية اكتبها لي في الكومنتات، وان شاء الله هبقى اشرحها لكم واوضحها اكتر في الدروس اللي بعد كده. واشوفكم على خير الدرس الجاي، ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.